قام سعادة السيد فيصل بن حارب البوسعيدي سفير سلطنة عمان الشقيقة لدى مملكة البحرين بزيارة إلى القرية التراثية في منطقة رأس حيان، حيث التقى بالقائمين على برنامج المسابقات الشعبي السارية. وتم تخصيص نسخة هذا العام من البرنامج للاحتفاء بموروث كل دولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية انعكاسا لنهج مملكة البحرين في تعزيز منظومة العمل الإعلامي الخليجي المشترك لتكون أكثر تعبيرا عن جوانب التطور والتقدم التي تشهدها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتسليط الضوء على ما تزخر به دول المجلس من تاريخ عريق وموروث وطني أصيل. هو بشكل عام يعني دول مجلس التعاون دول الخليج العربية يعني لها فنون تقليدية مشتركة كلها متشابهة مع بعضها البعض. وهذه السنة يعني حظينا يعني بدعوة كريمة من أشقائنا بمملكة البحرين لحضور أو مشاركة سلطنة عمان في هذا الحفل الكبير الذي تقيمه مملكة البحرين، يعكس مدى اهتمام الجانب البحريني بالموروث الخليجي التقليدي. أيضا سلطنة عمان يعني لها فنون كثيرة متنوعة، تشرفنا حقيقة بمشاركة أخواننا في مملكة البحرين الشقيقة بهذه المناسبة السعيدة على الجميع. أيضا سلطنة عمان يعني تضم فنون متنوعة كبيرة يعني مشتركة مع الجانب البحريني في كثير من الفعاليات والبرامج، ونتمنى إن شاء الله التوفيق والنجاح فيها.